إن شاء الله نشوفه خلال هذا الشهر، واختراقه سيدفعنا لسقف القناة قريب 43 ريال. صراحة إذا في ضغط لا قدر الله وتخلي عن دعم 37.5 سيبقى أهم دعم استراتيجي خلال الشهر اللي هو النسبة الذهبية المخترقة 35.5. فاللي يبغى 43 معناه هو دائما منطقة المحافظة على الأرباح ووقف الخسارة 35.5. أما المضارب اليومي فهو يهتم ب 37.50 كدعم، وتبقى اختراق 39. ويبقى اختراق 40-30، الهدف 41، 78 فيبو، ثم سقف القناة 43 ريال. إغلاق التصنيع، إغلاق